Depot, lower pharmacokinetics of dynamics and absorption distribution of resonance secretion of dynamics of climate type. ربع الموضوع الفضل بمعنى فيها حفظ كتير. حفظ كتير يعني انا هفهمك حول احفظك بنسبة صغيرة لكن محتاج ان انت تذاكر وتعيد تذاكر. اي واحد اذاكر فارما اقول لك انا فهمتها من اول مرة حفظتها اقول له انت كذاب. استحيل. الاسماء لازم يعني لازم تتعاد وتتكرر عشان تبقى فاكر كله في مكانه. والنصيحة ما تأكلوش دراسة حضرات الفارما. يعني بمعنى انت لو جمع عندك كتير هتبقى صعبة، ثلاثة هتبقى صعبة أوي. ماشي؟ طب لو ما عندكش وقت حاول على الأقل خالص على الأقل خالص تقراها زي قراية الجرايد كده. زي ما بتفتح التويتر كده افتحها واقراها على الأقل تثبت يعني كفريم في مخك وتاني يوم تقراها. ماشي؟ أنا مش بخوفكم لكن يعني بنتفق على حاجة عشان بعد كده بتكون تعرف الأسئلة إن شاء الله بتكون أحسن أسئلة في الفرق. أول محاضرة اسمها ترانس ميمبرين موفمنت اوف دراجز. السؤال أنت دلوقتي أنا ساعات كده هسأل اسمك إيه عشان أحفظ بس الأسماء. ماشي؟ مثلا محمد زميلكم جاي ماشي بيلعب كورة كعبل حصل جزع في رجله في ألم شديد جدا. راح للدكتور الدكتور كتب له مسكن. مسكن خد ازاي؟ كورة اللي بالفم. طبعا هو كان بيلعب مع ناس يعني رشيمة في الكرة كده واحد خبطه هنا هو راح واحد لانته بركبته في الناحية الثانية تبص تلاقي هو بيقع على راسه وايده اتعورت تبص تلاقي الألم في كذا مكان. باللوجيك كده بالعقل عشان أسكن الألم حد حاجة في المكان اللي بيوجع صح؟ ده ما بيحصلش. بيحصل إيه؟ إن أنا بتروح قلت له إما دي إبرة أو يديك تابلت راس ممكن مع بعض يعني ازاي القرص اللي انا اخدته بالفم اريح رجلي ورايح ايدي اليمين ورايح ظهري كان في الم في جنبي وراسي متعوره كل الالم ده راح لما اخدته في الاورال. ده يديك فكره ان الدواء بيشتغل عن طريق السيستم الاكشن. دي نقطه. هل ممكن يشتغل لوكال؟ ايوه بس لو استخدمت لوكال هينفع هنا بس. يبقى لو مثلا واحد عمل حادثه لا قدر الله وجسمه كله يبقى يدهن بقى كل جسمه ده يحصلش في الجلد حوالينا تسكن الالم كله خلاص. كل ده احنا بنقوله ليه؟ بنقوله علشان نفهم ازاي الدواء بيشتغل. ناخد يعني قرص بيدخل في المعده صح؟ يلا مش على طول اللي يدخل بعد ما تبدا المحاضره على حساب مفيش سلام يعني عشان بس ما نعملش انترابشن خلاص؟ دلوقتي انا خدت قرص الماده دي تجويف عمل ايه عشان يوصل للرجل والايد والدماغ والكلام ده؟ حصل ان هو عدى من المعده لجوه الجسم. طب ورا المعده في ايه؟ ورا السمك او ورا السيتو في كابيلرز. الكابيلرز دي هو وصل الكابيلرز خلاص وصل الكابيلرز ده بيبقى ممتاز. يعني ايه ممتاز؟ يعني يوصل للدم. في حته في الجسم ما وصلهاش الدم؟ ما وصلهاش الدم تموت يعني يحصل لها غلغلين. الجسم
لو انا ربطت على ايدك كده جامد مثلا كام ساعه، هتبص تلاقيه بدا يزرق. الزرق ده معناه انه مش واصل له دم، شويه واسود شويه بيقع خلاص. فاذا لما يوصل للدم السيستميك ديستريبيوشن وبعد كده يعمل الاكشن معايا. طيب ده هو موضوع محاضرتنا النهارده اللي هو ترانس ميمبرين موفمنت اوف ذا دراجز. تعالوا نفهم انتوا خدتوها في الفسيولوجي، بس انا خدها الحاجه اللي هتخدمنا هنا. ده الميمبرين بتاع الخليه، سيل ميمبرين. سيل ميمبرين في هيدروفيلك بار وفي حته كبيره هيدروفوبيك اللي هي بنسميها بحاجه ثانيه اسمها ايه؟ بتاعت ياسر. لايبوفيلك. يعني ده هيدروفيلك ودي لايبوفيلك. بالعربي محبه للميه ودي محبه للدهون. سيبكم من العربي خالص. مش عايزين ننطق عربي يعني، خليك تفهمها زي ما هي كده. هيدروفيلك وهيدروفوبيك او لايبوفيلك. تمام؟ ما اللي هي هيدروفيلك انا محبه للماء. كويس؟ يبقى ايه؟ دي حاجة. ده في بورز. البورز دي فتحات صغيرة. بيعدي منها برضو الأدوية. في بروتين بيمسك فيه ويروح نقله جوه. ده اللي هو السيل ميمبرين. ببساطة كبيرة ده في هيدروفيلك وفي ليبيد بارت اللي هو لايبوفيلكس وهيدروفيلكس. في بروتين في بورز خلاص وفي انترنسنج واكسترنسنج بروتين. بيمسك فيه هنا ويروح حتى الناحية التانية. خلاص؟ طيب ليه هنقول الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. الكاركترستكس اوف ذا بارير. البارير ده سيل ميمبرين بورز اللي احنا قلناها دي بتعدي الوتر فيلد. وبس لازم مش كل دواء يعدي منها، لازم يكون ليه كرايتيريا. الكرايتيريا يكون ما يزيدش عن 4.10 نانومتر. اللي هو ايه ده؟ اللي هو الدواء. حجمه ما يزيدش، طب لو زاد يبقى ما ينزلش عن طريق البورز دي. طيب. مين الأدوية اللي تعدي؟ سمول دراجز. سمول بالنسبة للموليكولار ويت. خلاص؟ طيب. اللي هو زي الأيلايت الليثيوم سي أو 2. طيب. الانترسيلولار بورز اللي هي ما بين الخلايا في حاجة اسمها سيل ميمبرينز. ساعات نلاقيها لوز شوية كده. اللوز معناها تسمح بالأدوية تدخل وتخرج ولا 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 ما تسمحش بيها؟ تسمح. طيب لما اجي هي بعينها كده واخليها كده ده مش كده بس، يعني دي اسمها طايب. مش كده بس، ده انا اجيب طبقه ثانيه من بره. ده معناها اسمها طايب سيل ميمبرين او طايب جانكشن. طيب الكلام ده موجود فين وده موجود فين؟ مين اهم عضو في الانسان؟ لا مخ برين. لان البرين لو مات كله هيموت صح؟ طيب اذا ده من حكمه ربنا. حكمه ربنا ان انا مش كل حاجه تيجي في الجسم تروح تسرع مخك. والا هتبص تلاقي انت تاكل دواء تبص نمت. مش عارف الدواء ده خلاك بترقص. مش عارف الدواء ده خلاك مش عارف. ده ما بيحصلش الا سيرتن دراجز. ده بنسميه لوز انترسيلولار بورز. ودي موجوده في معظم الجسم. انما الطايب ده موجوده في حتتين مهمين جدا جدا ما ننساهمش. في البرين والبلاسينتا. طيب في حاجات ثانيه ايوه، لكن انا بالنسبه لي دلوقتي نعرف بس البرين والبلاسينتا. ايه البلاسينتا ده؟ ما هي المشيمه اللي هي جزء منها من الام وجزء من البيبي، ده اسمها البلاسينتا. طيب عشان كده الست البريجننت نقول لها ما تاخديش اي ادويه صح؟ لان لو الدواء ده بيعدي بلاسينتا الباريان يروح على الطفل ياثر عليه. سلبا او ايجابا. كويس؟ فعشان كده التايتل ليها فكانين مهمين جدا، البلاسينتا والبرين. اللوز في معظم الاماكن الثانيه. تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه. يعني ده انترسيلولار بورز دي اللي موجوده في معظم الجسم. شايفين المسافات ما بين السيل ميمبرين؟ كويس؟ طيب دي اليوجوال كابيلاريز، ده الكومن في الجسم. ده اللي هو البرين او البلاسينتا. تعالوا نشوف مع بعض. الانترسيلولار بورز موجوده تمام. هنا تايت جنكشن شايفين ماسكين في بعض ازاي. الفتحات الصغيره اللي انتم شايفينها دي تخلي ليبيد انسولبل دراجز اللي هي ايه؟ الليبيد انسولبل اللي هي ايه؟ هيدروفيليك. فيليك يعني محبه تمام. هيدروفيليك بار تعدي هنا بسهوله جدا، تدخل وتخرج كويس. انما هنا ده انا عندك السيل ميمبرين لازق في بعض،
يبقى ده ما يعديش اللي هو الهيدروفيلك بارت معايا. طيب احنا عندنا الدواء يا اما هيدروفيلك او هيدرو او لايكوفيلكس. الهيدروفيلكس انت فاهم مش هتعدي التايت جنكشن، لكن ممكن تعدي التانيه. انما اللايكوفيلكس، اللايكوفيلك ده بيعدي اي مكان، فهنا يعدي هنا او يعدي هنا، بس هنا لازم يكون هاي لايكوفيلكس. خلاص. طيب دي من طرق الحمايه دي، عشان كده لما تشوف كده البيزمنت ممبرين الليبيدو سولوبل يعدي هنا كده ما يعديش البيزن اللي هو اللايكوفيلكس، يعدي هنا يعدي هنا وهنا، لكن هنا طبعا بتحمي. شايفين بتاعت الجنكشن الكلام ده نقوله ليه؟ في اي دواء هناخده لازم نعرف بيعدي البلاسنتال بارير ولا لا. ليه؟ عشان لو خدت واحده بريجننت نقول هيعمل لك تشوهات في الجنين ولا هيعمل لك اقهاض ولا كويس سيف. حلو. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما ناخد دواء نقول بيعدي البلاسنتال بارير، يعني بيروح للمخ ولا ما بيروحش؟ لو بيروح لازم اعرف. ليه؟ لان لو بيروح للمخ بيأثر سلبا على البرين. اقول لك ما تسوقش وانت ايه بعد ما تاكل. حلو. زي ادويه البرد في انتي هيستامينكس، في منها كده اسمها الليل والنهار، شفتوه؟ دي اند نايت. اكيد حد خد الدي ده يتاخد فور النهار عشان ما يسببش النعاس. انما النايت بيعدي البلاد برين بارير، وبالتالي لو خدته انت لو عكست الموضوع ها وخدت القرص بتاعك بالليل في اول النهار وجيت سوق بالدرجه ممكن يعني تغفل كده وممكن تعمل حادث لو انت شغال على الاله ممكن تقطع ايدك معايا. طيب اذا في حاجه اسمها تايت جنكشن ولوز جنكشن. اللوز جنكشن في معظم الجسم، التايت جنكشن موجودين في اثنين مهمين جدا اللي هو البريم والبلاسينتا. ها التايت جنكشن ما تسمحش بمرور الا الهاي لايكوفيليكس، انما اللوز بتسمح بمرور الاثنين معايا. في كل الادواء اللي ناخدها لو بيأثر على البرين هنقول لك كويس في حاجه اسمها ديستريبيوشن. احنا دلوقتي بناخد حاجه اسمها جنرال فارماكولوجي، بنفهم ازاي الدواء بيحصل امتصاص تراس البرين موفمنت، ازاي بيتوزع في الجسم واللي عامل بتأثر فيه، ازاي بيعمل الاكشن كجنرال. هناخد امثله بس ليها، بعد كده هناخد حاجه اسمها سيستم فارماكولوجي. نعم. الليبيد سولوبل يعني خلينا في الليبيد، لا اما ليبيد سولوبل او ليبيد انسولوبل. الانسولوبل يبقى هيدروفيليك، واعكس بقى المحب للماء يبقى ليبيد انسولوبل معايا. دي عكس دي، يعني انت عارف ليبيد سولوبل ولا ووتر سولوبل. خلاص. بعد كده ناخد زي اتفضل هذه اللي هي هنا الليبيد انسولوبل بتعدي خلال البورس، انما الليبيد انسولوبل مش محتاجه بورس لان هي اصلا ليبيد سولوبل. وزي ما خدنا البيزمنت ممبرين حته هيدروفيلك وحته هيدروفيلك ومعظمها ليبيد، فاي دواء بيبقى ليبيد سولوبل يعدي بسهوله. هنا مش اسم مين؟ هنا للهاي هاي لليبيد سولوبل. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي الدواء بيعدي. معلش ما هو في الاول يعني لما تخلص محاضره كل الاسئله اللي في ذهنك هتبقى متجاوبين عليها، لكن اثناء اسال ما فيش مشكله. لو حد عايزني اعيد النقطه اللي فاتت يرفع ايده بس. يعني اللي فاتت؟ طيب اللي فاتت دي احنا هنا بنشوف ده معظم الجسم فيه النقطه دي، ده البرين والبلاسينتا بس. معظم الجسم في انترسيلولار ممبرينز في زي ما انتم شايفين في بورز في مسافات ما بينهم لوز، ده اللي تعدي من خلاله اللي هو الليبيد انسولوبل دراج اللي هي الووتر سولوبل. طب هنا لا ده تايت ما تعديش، دي اول فرق. طيب الليبيد سولوبل يعدوا في الاثنين مش محتاج اصلا البورز، ده هي بتدخل بسهوله معايا. ده الفرق ما بينهم، ده موجود في معظم الجسم، ده موجود في ازاي الدواء بيعدي؟ ده هو موضوع النهارده. موضوع النهارده الدواء يعدي لا اما باسف، يعني مجرد ما اخده ها يروح معدي بسهوله. يحصل ابزربشن. ولا انرجي ولا كارب. ايوه ما هنقولها دلوقتي. الباسف ها؟ الباسف مش محتاج طاقه عشان كده سميناه باسف. ده سبيشاليزد ترانسبورت.
سبيشاليز الترانسبورت معناه يا اما محتاج انرجي او محتاج كارير او محتاج الاثنين او محتاج سبيشال سيتويشن زي حاجه زي البينوسايتوز. البينوسايتوز بيحصل ايه؟ فلويد. يعني عارفين مثلا ادي الانتستين ايه كويس، عطيت دواء الانتستين تروح مطلعها ده كده وتروح تعمل لها انجلط تبلعه، هي ما دمرتوش لكن تبلعه وتروح مع الديان الممبرين بتاعها كويس، وتيجي هنا تروح عامله العكس تفتح الناحيه وتروح موديه كده، يعني هو يبقى جزء من السيل وبعد كده يدخل الناحيه الثانيه تروح فاتحه الناحيه الثانيه، ده بينوسايتوز. انما اللي هو الباسيف ده بيعدي من غير اي حاجه خالص، بس مش كده. من رحمه ربنا ان الباسيف لمعظم الادويه لا محتاج انرجي ولا محتاج كارير ولا محتاج اي سبيشاليز ترانسبورت. طيب بيعدي ازاي؟ هات كل الادويه؟ لا، الموضوع مش سايب، لازم يكون في كرايتيريا للدواء اللي يعدي باسيف. تعالوا نشوف مع بعض الدواء. احنا بنقسم الادويه لاما ويك بيس او ويك اسيد كويس. طيب احنا لسه واخدين في ليبل سولوبل صح، وفي ووتر سولوبل. الليبل سولوبل يمتص احسن ليه؟ لان هو الليبل سولوبل دراجز بيبقى على هيئه ان ايونايزد فورم، ان ايونايزد فورم ماشي. انما الووتر سولوبل بيبقى ايونايزد. ده قاعده، ايوه قاعده نحفظها. الان ايونايزد او الليبيد سولوبل بيبقى ان ايونايزد بيتر ابزوربنت. اقول تاني الايونايزد فورم اللي هو الووتر سولوبل ليس ابزوربشن. نحفظها عشان ده بتيجي في الام اس كيو. الان ايونايزد بيبقى ووتر سولوبل بيتر ابزوربشن، انما الووتر سولوبل بيبقى على هيئه ايونايزد 4 ها، وبالتالي الابزوربشن يبقى اقل بكتير جدا. خلاص ده اللي هو على ايونايزد يكون ليبيد سولوبل يحصل له ابزوربشن، يحصل له ابزوربشن ويعدي البلازينتا بارير ويعدي البلاد برين بارير كويس. طيب عندنا مثال زي الكورتيزون مثلا او الديجوكسين او ليسادون، دول اسماء ادويه. طيب انما اللي هو الايونايزد بيبقى ووتر سولوبل، قد يكون اسيدك او بيزك لكن في الحالتين الابزوربشن بتاعته تبقى قليله زي الهيبارين او الستريبتومايسين. خلاص معايا لحد دلوقتي؟ تاني الليبل سولوبل دراجز يحصل له ابزوربشن ليه؟ لان هو بيبقى ان ايونايزد. الووتر سولوبل الابزوربشن بتبقى اقل ليه؟ ايونايزد. خلاص يعني لما اجي اقول لك الدواء هو هاي الايونايزد دراجز اعرف ان هو الابزوربشن بتاعته قليله جدا. معايا؟ طيب ده يعتمد على حاجتين، البي اتش والبي كي اي هناخدها دلوقتي. لكن نشوف مثلا الباسيف ديفيوجنز اللي هي الوتر سولوبل دراجز اللي يعدي من البلاد كابيلر سبورز، بس ليه كرايتيريا. تعالوا نشوف الكرايتيريا ونشوف الاولانيه. لازم الدواء ده يتحقق فيه الخمس خصال دول، غير كده ما يعديش باسيف. بمعنى ايه؟ اول حاجه يعدي مع الكونسنتريشن جريديانت. بمعنى ايه؟ يعني يعدي من المكان الكتير للمكان القليل مش العكس. خلاص ده معناها with concentration gradient. معايا؟ طيب الحاجه الثانيه البورس اللي هي انترسيلر بورس دي محدوده، بمعنى كل مكان سمول كل مكان يعدي. هي صفه اصلا معناها فيه. ايوه اللي هي هنا مثلا انترسيلر بورس من 20 ل 30. طب لو اكثر من 40 ما تعديش. ل 40,000 يعني. دي بنسميها دالتون موليكولار ويز. يعني انا مثلا عندي السيل ممبرين كده. او دي جبت دواء قد كده يقدر يعدي؟ لا. لازم يكون قد ده او اقل منه. خلاص؟ يبقى كل ما كان الموليكولار سايز قليل كل ما كان يعدي كويس. معايا لحد دلوقتي؟ ها؟ صباح خير. طيب تاني هنقول مين اللي يعدي
الليبد ولا الوتر سولوبل؟ الليبد. الليبد الليبد سولوبل. طيب الان ايونايزد ولا الايونايزد؟ يبقى نقولهم ان ايونايزد فورم اللي هو الليبد سولوبل برضه يعدي. انا لحد دلوقتي بنقول باسيف معناها مش محتاج انرجي ولا كارير، معناها نو كارير نو انرجي. هذا الكلام ممكن ينزل ام سي كيو. Which of the following is correct regarding passive diffusion؟ ويجيب لك حاجة من دول. اعرف الصح. لو انت عارف الصح هتدور انت الغلط هيطلع لوحده. لان ممكن كل واحدة من دول انا اقلب فيها واقلب فيها. لكن انت تبقى عارف كريتيريا. كريتيريا بسرعة تاني. مع الكونسنتريشنز. مولكولار سايز كل ما بقى صغير كل ما بقى احسن. كويس؟ انا ايونايزد او ليبل سولوبل يعدي. نو انرجي نو كاري. خلاص؟ ليه؟ احنا زي ما قلنا ان هو المسافه محدوده كويس، وبالتالي لو حاجه اكبر عندنا كمثال الديك سترينج. الديك سترينج ده عشان اديك لو اعطيته اورال ما يحصلوش ابزوربشن مش هيقدر يعدي. طب لو انا عايز يوصل السيركوليشن اعمل ايه؟ انا باخد الدم عشان يمتص يوصل السيركوليشن للدم. انت لو خدته كده 20 يوم هينزل لانه حجمه كبير. شايفين مثلا حجمه حوالي 40,000 او 70,000 هي اقصى حاجه تعديها 30,000 كويس؟ طيب لو انا اعطيته كده مش هيحصل امتصاص. طب لو انا عايز اوصل الدم اعطيه دايركت اهو ادخل في الدم على طول في السرنج. خلاص؟ طيب السيلز جنكشن زي البلاسينتا زي ما احنا قلنا بيتعدى لحد 60 دالتون. عشان كده الحاجات اللي هي اقل من الرقم ده يعدي، اكتر منه ما يعديش بخلاف البلاسينتا الباقي. معايا؟ طيب يبقى تاني اللي هي السيل جنكشن يعني البلاسينتا اب تو 600 دالتون. دالتون ده اللي هو الموليكولار ويكس الوزن الجزئي بتاعه. بمعنى لو انا اعطيك دواء 700 دالتون 650 مش هيعدي. لو اقل من كده 300 400 يعدي. بدليل ان في ادويه كتيره بتاخدها الحامل تاثر على البيبي صح؟ ليه؟ بيبقى حجمها صغير او هاي اللي بتصير بتاع الفرد. طيب لا اكثر من كده ما تعديش يعدي وياخد وقت اكثر ولا لا؟ ما يعديش نهائي ما يعديش الا لو يقع تحت الكاتيجوري اللي احنا هنقولها. يعني لو هو بيبقى متوفر له كارير ساعات ياخده ويحذفه. لكن لو هو مثلا دواء زي مثلا ديكسترين برضه مش هيعدي البلاسينتا البارير. ده هو اصلا ما يعديش الا 600 دالتون. ده 40,000 ولا 60,000 ما يعديش الا لو في حاجه ليها سبيشاليز ترانسبورت هنقولها دلوقتي. خلاص؟ يعني اللي هو اكثر من 60 دكتور ما يعديش. معايا؟ طيب المهم ان احنا لازم نعرف هنا الكرايتيريا نحفظها زي اسمها. اقولها اخر مره مع الكونسنتريشنز سمول سايز قليل ان ايونايزد او ليبيد سولوبل مفيش انرجي مفيش كارير. ده اللي هو باسيف ديفيوجنز. معايا؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الفلتريشنز. ده تاني نوع من الباسيف ديفيوجن. بمعنى ايه؟ محتاج انرجي؟ لا ولا محتاج كارير. كويس؟ ادي اللي هم الانرجي والكارير اللي هم موجودين. طيب امال ايه اللي بيحصل فيه؟ ده فلتريشن. فلتريشن يعني ايه؟ يعني انا جايب هنا مصفه حلو وموصل فيها خرطوم من هنا وخرطوم من هنا. كويس؟ والمصفه دي نفس الكلام. الدم بيجي من هنا محمل ويطلع كده. ويحصل فلتريشن يعني تصفيه لاجزاء واجزاء تانية تطلع كده. معايا؟ دي اسمها ايه؟ فلتريشن. فلتريشن من اسمها يعني مصفى. ايوه زي ده بيحصل فين؟ في الكدني. كدني داخلها ارتري وطالع منها ارتري. وفي النص مصفى اللي هي دي. يعني ده ارتري داخل وده ارتري طالع. ودي اسمها الجلوموريولاي اللي هي المصفى بتاعتنا. بيعدي الدم من هنا ومن هنا ويحصل فلتره للجسم. عشان كده السموم اللي في الجسم. تتعادل في الليفر يحصل لها ديتوكسيفيكيشن ويحصل لها اخراج فين؟ في الكدني. اليورين بيطلع منين؟ اليورين ده جسمك كله ميه. في شويه دولت اللي بيخرجوا حصل فلتريشن لكميه كبيره.
لكن الجسم محتاج منهم اعاده امتصاصه، والباقيين دولت اللي الجسم مش محتاجهم خالص. عشان كده انت في الصيف وانت صايم تبص تلاقي اليورين كونسنتريتد جدا اصفر. ليه؟ الجسم محتاج ميه بعد ما يحصل له فلتريشن يروح ممتصهم تاني. فاللي ينزلوا دولت يعني يفهمين لك ده ريحه، حتى بيبقى ليه ريحه وبنسف شويه كويس. انما مثلا في الشتاء انت بتشرب ميه كتير ما يبقى ده انت تعمل يورين كتير قوي خلاص. طيب اني هاو هنا الفلتريشن ده في الجلوموريلاي حاجه اسمها باومانز كابسول كويس، فيها بروتين. البروتين ده في حاجه اسمها اوزموتيك بريشر، يعني هنا في بروتين بيعمل اوزموتيك بريشر، والفلو بتاع الدم ده او الميه ده اسمه هيدروستاتكس، يعني دي قوه دافعه ودي قوه ساحبه معايا. تاني انا ده الفلتريشنز حاجه بتعدي وحاجه بتسحب، وما بينهم مصفى اللي هو الجلوموريلاي. طيب مين اللي هينزل هنا؟ دي مصفى موجوده. كل ما كان المولكيولار ويت صغير كل ما كان يحصل له فلتريشن، صح؟ معايا ولا لا؟ يعني برضه تتناسب عكسيا مع المولكيولار ويت. طيب يتاثر فيها كميه الدم اللي جايه اللي هي البلاد فلو، صح كده؟ والضغط يعني مثلا جاي دم كتير بس مش بضغط عالي، يعني الهيدروستاتيك بريشر يعني القوه الدافعه والقوه الساحبه اللي هي بنسميها هيدروستاتيك بريشر اللي هي قوه الدفع والاوزموتيك بريشر. معايا؟ تاني المولوكيولار ويتس، لان حتى لو جاي باندفاع كتير وفي باوند لكن حجمه قد كده ما يقدرش يعد مش هينزل. معايا؟ طيب وكميه البلاد فلو قد يكون الدم اللي رايح اصلا قليل. تاني هقول ما في الليبل سولوبيليتي، يعني ملوش علاقه بالليبل سولوبيليتي، ده يختلف عن اللي فاتت اللي هي الباسيف ديفيوجن. مفيش كارير مفيش انرجي. اقول تاني انا عندي الفلتريشن انذر تايب اوف باسيف ديفيوجن فلتريشن، في قوه دفع قوه سحب كويس. البلاد فلو بيحددوا الهيدروستاتيك بريشر اللي انا بدفع بيها والاوزموتيك بريشر. المولكيولار ويز كل ما بقى صغير ما جبناش سيره الانرجي ما جبناش سيره الكارير، الاثنين مش محتاجينهم. امال تختلف عن ايه عن اللي فاتت؟ تختلف ان هو ما فيش ليبل سولوبيليتي، معناه ما فيش ساتوريشن. ايه؟ بلازما بروتين، يعني انا ادي اللي داخل وادي اللي طالع كويس؟ ده المصفى فيها بروتين، فيها اوزموتيك بريشر بتسحب معاها قوة سحب كويس؟ والهيدروستاتيك بريشر اللي جاي قوة دفع، يعني أنا عندي حاجة بتدفع وحاجة بتسحب، عشان كده يحصل فلتريشن. كل ما كان فيه اوزموتيك بريشر وهيدروستاتيك بريشر كويسة، كل ما حصل فلتريشن كويس. طيب تاني الكرايتيريا البلاد فلو كويس؟ الهيدروستاتيك والاوزموتيك بريشر، مفيش انرجي، مفيش كارير، مفيش ليبت سولوبيليتي، يعني مالهاش علاقه بالليبت سولوبيليتي، لان عشان كده ما حصلش ساتوريشن، وده الفرق ما بينها وما بين بس لحد دلوقتي ماشيين كويس. ودي هي اللي موجوده الجلوموريولاي اللي هي موجوده في الكدني، بتحصل نفس الكلام بالطريقه، هي دي اللي يعني اليورين فورميشن بيتكون بالطريقه دي. طب هتقول لي ما كده هينزل، بينزل كتير جدا جدا جدا، لكن اللي الجسم محتاجه بيعيد امتصاص حاجه اسمها ري ابزوربشن. معايا؟ دكتور يعني مالها ليبت سولوبيليتي؟ لا مش مشترط ان هي تكون ليبل سولف ولا اوتر، ده هي خلايا بتبقى اوتر سولف خلاص. طيب هنا من الهاي كونسنتريشن للور كونسنتريشن، ده الباسيف، ده الفلتريشن عن طريق بورز اللي احنا قلناه الاكيوس بروسيس اللي هو بيعتمد عليها البلاد فلو هيدروستاتيك اوزماتيك بريشرز، مفيش ليبل سولوبيليتي، مفيش انرجي، مفيش كارير. طيب السيمبل ديفيوجنز ده من رحمه ربنا ان معظم الادويه بتنفولف في الباسيف خلاص تمشي مع الكونسنتريشن، يكون فيها ليفل سولوبيليتي، مفيش انرجي، مفيش كارير خلاص، والموليكولار ويتس تكون صغير. طيب الفاكتورز افكتنج احنا قلناها تتعاد تاني، كونسنتريشن جريديان، موليكولار ويتس، ليفل سولوبيليتي، ووتر ايونيزيشن اوف دراجز. الايونيزيشن اوف دراجز هنا وقفنا عند نقطه، لكن هو بيعتمد على حاجة اسمها بي اتش بتاع الميديا والبي كي بتاع الدراجز. يعني ايه؟ البي كي ايه؟ أنا عندي دلوقتي قلنا اللي هو الأيون أيونايزد
سيل ابزوربشن احسن صح؟ الان ايونايزد ولا لا ايونايزد؟ ان ايونايزد. بمعنى ان انا لو حطيت الدواء في الان ايونايزد فورم يحصل له ابزوربشن كويس صح كده؟ انا عندي نفس الدواء خليته كده ان ايونايزد كويس؟ يبقى يحصل له ابزوربشن عال لو هو كان ايونايزد تمام كده؟ طيب ايه اللي بيتحدد ان كميه الان ايونايزد ولا الايونايزد فورم بتاع الدواء؟ مين اللي بيحدده؟ البي اتش. وحاجه ثانيه حاجه اسمها بي كي اي. بي كي اي البي كي اي البي كي اي ده عباره عن البي اتش بتاع الدواء اللي عنده نصهم ايونايزد ونص الدواء انا ايونايزد. اقول تاني؟ تاني انا عندي دواء اسمه ايه؟ الايه ده البي كي اي بتاعته 4.5 حلو؟ معناها ايه البي كي اي بتاعته عند 4.5؟ يعني لما اجيبه واحطه في 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 دورق كده البي اتش بتاع الفلويد اللي حواليه 4.5 هاخد عينه الاقي 50% ايونايزد و 50% ان ايونايزد. وصلت؟ طيب ده يفيدني فين؟ هقول لك ان الدواء ده لو انا قلت لك ده 4.5 في دواء تاني اسمه بي البي كي اي بتاعته 8 ده دواء اسيدك وده دواء الكلاين. ده معناه لما احطه في بي اتش 4.5 50% ايونايز و 50% ان ايونايز. البي ده لما احطه عند بي اتش 8 هيبقى 50% 50% برضه احنا ما استفدناش حاجه. هقول لك لا ده الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. ازاي؟ انا لو جيت حطيت الدواء ده عند 4.5 طب لو حطيته عند اقل من 4.5 هو اسيدك يزيد الان ايونايزد فورم. اقول لكم معلومه هي حاجه اسمها هاندرسون اسيد باك ايكوشنز نقولها بالمصري بالسعودي خلينا نفهمها وبعدين تبقى تشوفوها في الفيزيولوجي. الدواء يمتص في محيط مثله يمتص في محيط مثله ويحصل له اكسكريشن اخراج في المحيط اكسس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي دواء ده اسيدي البي اتش بتاعته 5 يحصل له امتصاص عند 4 ولا عند 3 احسن؟ 3 عند 3 مور اسيدي. طيب نقولها تاني. انا عارف ان المحاضره بتاع الفارما المفروض تكون بدري عن كده شويه مقدر ان انتوا يعني ايه يعني عايزين تناموا لكن ما يعني مبني الى اخر الاسبوع يوم الخميس الساعه 1 وفارماكولوجي يعني خلينا نقول انا دلوقتي دي اسيدك دراكس البي اتش بتاعته كام؟ 5 يحصل له ابزوربشن عند 5 ولا عند 8؟ عند 5. طيب يحصل له ابزوربشن احسن عند 5 ولا 4؟ 4. طيب لو الاسم مين؟ خالد. خالد كان زعلان مع ابوه كويس عايز يخطب وهم مش راضيين صح يا خالد؟ فقال لك لما اعمل فيهم حركه بقى ايه؟ جهنمية اعمل ان انا انتحر فيروح يجيب لي اسبرين قرص اسبرين يعني ارخص حاجه واللي شافه قدامه قال له صدق يموت قال له لا قال له هات فراح واخد منه شويه اقراص كده وراح ايه بلعهم وراح مفضل بقيه في الحمام بقى الشريط وراح ايه عمل نفسه معيه وهو ماسك ايه الاسبرين عشان يعرفوا هو خد ايه احسن يسيبوه يموت ها فراح هناك في المستشفى خدوه جريوا على طول يا دكتور الحقنا قال طب هو خد يعني لينا العلبه دي في ايده يبقى خد اسبرين الاسبرين ده اسيدك ولا الكلاين اسيدك نعمل ايه؟ نخلي الوسط في الجسم ايه عشان يحصل له اكسكريشن الكلاين وهي دي الطريقه الوحيده في علاج الاسبرين في الجسم فهمنا؟ طيب اسمك ايه؟ عبد المحسن. عبد المحسن ده يعني شايفين يعني انت كنت في عمره ولا كده؟ كده صح؟ انا عارف ان هو كده عشان كده هو بياخد امفيتامين. امفيتامين ده ماكس بتاع يعني يعمل مزاج. المحسن صاحب مزاج ها؟ من يومه عبد المحسن خارج مع اصحابه وبيعمل معاهم واجب وبتاع فراح واخد لهم ايه؟ شويه ماكس معايا. حقن ماكس. ماكس ده ممنوع ده ادمان يعني. لكن هو ايه قاعد يحينوا البعض يعني يوم الخميس وعنده في البر واخدين استراحه وعايشين حياتهم ها عارفين اللي بيحصل. طيب خد كده خد كام حقنه منهم
واصحابه ده انت ده انا مش عارف الاسبوع اللي فات واخد 10 حقن واللي يقول له ده انا واخد 20 حقن وهو يقول لك طب انا هاخد واحده كمان. المهم زاد لحد ما حصل توكسيستي. طبعا اول ما اغمى عليه كلهم جريوا ما عدا واحد صاحبه، يعني ايه كلهم روحوا احسن يموت يقولوا هم اللي موتوه. واحد خده وراح المستشفى، ها قال له يا دكتور في ودنه كده ده خد امفيتامين. طيب كويس انت قلت لي امفيتامين ده الكالاين دراجز. انا عايز عبد المحسن الامفيتامين يخرج من جسمه ولا يقعد؟ يخرج. يبقى اعمل له ايه؟ اسيدك بدي. وصلت؟ طيب لو انا باخد حديد، الحديد ده في الفرس ستيت لو اسيدك ميديا حواليه بيبقى في الفرس، هو بيمتص في الفرس ستيت، هو في الفرك والفرس. يعني ايه؟ يعني الفرك ده يعني موجب تأين ثلاثة، الفرس تأين اثنين. احنا قلنا كل ما بقى انا يونايزد هصلي ابزوربشن. طيب يبقى ابدي في مع الحديد حاجة حمضية ولا الكلاين؟ اسيدك ولا الكلاين؟ هو في الاسيدك بيبقى انا يونايزد فورمات. انا عايز الحديد احصل له ابزوربشن، واحد عنده انيميا يبقى ادي معاه حاجه اسيدك ولا الكلاين؟ اسيدك. يبقى اذا الدواء يمتص في المحيط مثله ويحصل اكسكريشن في المحيط عكسه. الكلام ده هيتكرر تاني مع الاكسكريشن وهيتكرر بنفس المثالين اللي قلتهم دلوقتي. طبعا عم محسن ده راجل محترم ما بياخدش ماكس ولا حاجه. ماشي عم محسن؟ طيب ده اللي هو البي كي اي والبي اتش بتاع الدواء. يبقى يتحكم فيه اثنين، يعني انا عندي دواء بي اتش 5 عايز يحصل له امتصاص احسن، رحت مخليه اثنين، خليه واحد البي اتش اللي حواليه. كويس؟ يبقى في حاجه ثابته اللي هي البي كي اي. طيب كل دواء ليه بي كي اي وثابت، وتفتح اي كتاب هتلاقيه. مفيش دواء ينزل السوق لازم نعرف البي كي اي بتاعته قد ايه. خلاص؟ عشان يفيدنا في الابزوربشن وفي الاكسكريشن. خلاص؟ ده بيحدده اللي هو البي كي اي والبي اتش بتاع الدواء. خلاص؟ السيمبل ديفيوجن والايونايزيشن الكلام ده احنا قلناه، بس هو ده الكتابه بتاعته الان ايونايز فورم ليبل سولوبل بيحصل له ابزوربشن، والعكس اي دواء البي كي اي ثابت. يعني دواء مثلا بقول لك البي كي اي بتاعته 5 مش هنيجي بعد بكره نقول لك دي بقت 6، لا دي ثابته من ضمن الكرايتيريا عشان نسجل اي دواء وينزل السوق لازم دي من ضمن الحاجات دي. خلاص؟ طيب الريليشن بتوين بي اتش وبي كي احنا قلناها دلوقتي، ده شرح للموضوع اللي هو اندرسون هاسلباخ كوشنز. ما علينا نعرف بس الامثله دي. طب ما حدش يجي ارجوكم في الامتحان يجي يمتص في المحيط مثله عربي، لا ماشي. انا بقول لك ده اسيدك ميديا مور يبقى ابزوربشن في مور اسيدك ميديا اكسكريشن في الكلاين ميديا. خلاص؟ بس انا بقول لك بسهل لك الامور، بس في ناس بتستظرف كتير. يعني انا دلوقتي ابزور الاسيدك دراجز يحصل ابزوربشن اسيدك ولا الكلاين ميديا؟ اسيدك ميديا. لو انا عندي اثنين اسيدك ميديا يبقى في المور اسيدك ميديا. خلاص؟ طيب الالكلاين دراجز يعني يحصل له ابزوربشن في الكلاين ميديا واكسكريشن في اسيدك. خلاص؟ ده هو الكلام اللي احنا قلناه. ايه؟ طبعا ده انا لسه قايل مثالين اهو. المعادله هي ده هي الهندس من هذا البخي كوشنز مش عايز اوجعك دلوقتي. هو لا ما في، لكن هي هو ده شرح للكلام اللي انا قلت لكم اللي هو اللوغاريتم ان ايونايزد على الايونايزد. ده هو اختصاره انا قلته لكم. انا عايزكم تفهموا مش مهم المعادله يعني. خلاص لما ناخد بالمعنى نبقى نشوف المعادله. الافكت بتاع البي اتش والبي كي اي زي ما قلنا نفس الكلام، ودي الامثله اللي احنا قلناها. خلاص؟ طيب الايونايزد فورم نفس الكلام، دراج بويزنينج يعني في الاكسكريشنز. يعني المثالين اللي انا قلتهم ما لهمش حل الا اللي انا قلته ده. يعني لو في تامين اسيدكيشن دراج زي يورين، يعني ادي ال ان 4 اتش سي ال عشان اعمل اسيدك ميديا عشان يحصل له اكسكريشن. الاسلم نفس الكلام ملوش انت ضد، يعني مفيش حاجه تحت الشغل. انا بعمل سبورت للجسم لكن لازم اعمل اكسكريشن عن طريق ايونايزيشن اللي هو الكانونايزيشن او اسيدفيكيشن. يورينر اكسكريشن عن طريق الاسيدفيكيشن هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، مثلا زي الامفيتامين اسيدك يورين اسيدك ميديا او الكانونايزيشن. البي اتش برضه نفس الكلام، لو انا زودت يعني في محيط ميستو يعني اسيدك خليته مور اسيدك احصل له ابزوربشن، وممكن كمان يدخل في البرين لان هو بيكون بالان ايونايزد فورم.
حاجه. نيجي للي بعدها اللي هي الاكتف ترانسبورت. الاكتف ترانسبورت معناها ايه؟ معناها محتاجين كارير وانرجي. خلاص؟ يبقى الاكتف ترانسبورت كارير وترانسبورت محتاجين اكتف يعني محتاجين انرجي. والطاقه لازم يكون معاها حاجه تحملها. يبقى اولا محتاجين انرجي. اثنين كارير. هنا دلوقتي مثلا الفصل ده مزحوم بالطاقه مليان. واحد بره مش لاقي مفيش مكان مش حد يقدر يحط رجله حد. اقول له ادخل. يقول لا مش داخل هدخل ازاي؟ ده البتاع مليان. اقول له ادخل يقول لي مش راضي. واحد زميلكم واقف جنبي ماسكله كويس وعنده طاقه اقول له دخلني يروح شايله وفتح الباب ويروح حاطه ويقفل عليه. ده مع ولا اجينست الكونسنتريشن جريدينت؟ اجينست. لان اللي بره طالبينها وثلاثه واللي جوه يجي 100 واحد مثلا وانا عايز ادخل. حلو ادخل ما ادخلش شيله يروح شايلينه وحاطينه جوه. تمام؟ طيب يبقى ده اجينست الكونسنتريشن جريدينت. طيب لو انا بالعادي كده اقول له ده انا لو فتحت الباب كله هيخرج. لو ما كانش بالقوه والكارير يبقى ده هيحتاج انرجي وهيحتاج كارير. خلاص؟ الكارير ده ممكن يكون انزيم. وعشان كده الانزيم ده ممكن يتعب يحصل له ساتوريشن. طبعا سبيسيفيك فور سيرتن دراجز مش كل الدراجز. يعني في ادويه معينه اللي بتمشي بالطريقه دي. خلاص؟ طيب مش محتاجه بقى ليبيد ولا ووتر بارتيشن كوفيشنس. يعني مش محتاجه ليبيد سلوبيليتي ولا الكلام ده. ده انا باخد حاجه غصبا عنها واوديها وادخلها جوه. افتكروا محمد زميلكم اللي ما كانش عايز وحازم راحوا دخل وراح قافل عليه. ده اللي هو محتاج انرجي وكارير واجينست كونسنتريشن جريدينت. ما يهمنيش ليبيد ولا ووتر سلوبل دي مش علاقتي. طيب هقول لكم مثلا على حاجه الكلام الجديد مثلا عارفين الثيرويد جلاند؟ الثيرويد اللي هي الغده الدرقيه موجود فيها ايه؟ اهم الكترولايت الايودين اليود اللي في الجسم موجود تقريبا يعني موجود هنا بنسبه حوالي 95%. ورغم كده لما تاخد ايودين يروح هناك بره. ليه؟ انرجي ديبندنت وفي كارير يروح تصفى حد من جوه. الكالسيوم موجود فين؟ هنا والعظام صح؟ في التيس والبون. ورغم كده لما بتاخد كالسيوم برضه بيروح في الحتتين دول. يعني مثلا هتشوف العضلات ما فيهاش كالسيوم كتير زي العظم مثلا. ورغم كده اول حته يروحها دول. ليه؟ لان هو برضه انرجي ديبندنت. ده اكتف ترانسبورت عكس الكونسنتريشن محتاج انرجي وكاريا وياخده. خلاص؟ ده اللي هو الاكتف ترانسبورت. اقول تاني اكتف ترانسبورت اجينست كونسنتريشن جريد. طبعا ما تنساش كارير وانرجي. خلاص مش محتاج ليبت سلوبيليتي خالص. الكارير ده ممكن يكون انزيم ممكن يكون بروتين وبالتالي ممكن يعني يجي في وقت يقول لك ده انا خلاص تعبت. يحصل له حاجه اسمها ساتوريشن. انا عندي مثلا 100 انزيم في الولدان والانزيم اشتغلوا في الاول اعطيت 50 اشتغلوا 75 حصل 100 يحصل اكسبوت ساتوريشن. ساتوريشن يعني حصل تشبع من الانزيم من الحاجات اللي بتقل فمعناها ممكن تقل القدره شويه. خلاص؟ طيب الفاسيليتيتد ديفيوجنز. الفاسيليتيتد ديفيوجن ده معناه هو سبيشال تايب اوف كارير ميديتد. يعني هيختلف عن الاكتف ترانسبورت فين؟ الدراج ترانسبورت مع الكونسنتريشن جريدينت مش عكسها. معايا؟ تاني انا في الاكتف ترانسبورت معلش يعني حاولوا تفوقوا نفسكم شويه. اللي جنبه حد نايم يروح خبطه بالقلم يصحيه. ها؟ لا مش يكون نحسان يعني مش نايم نايم. ده فرض ان هو دراجز الون بويز نوت اجينست يعني من الكونسنتريشن اعلى للاقل. خلاص؟ البروسيس مش محتاجه انرجي. كويس؟ الفاسيتيتد ديفيوجنز بتفرع عن سيبل ديفيوجنز ان هي في كارير. كويس؟ وزي مثلا جلوكوز. يعني ايه الكلام ده؟ احنا خدنا سيمبل لا محتاجه انرجي ولا كاري. خدنا الاكتف محتاج انرجي وكاري. ده ما بين الاثنين. كويس؟ الباسف كان الون في الكونسنتريشن من الكبير للصغير.
ده العكس من الصغير للكبير. ده جاي في النص بقى الفاسيليتيتد، يعني مش محتاج انرجي كويس، لكن محتاج كارير ويمشي مع الكونسنتريشن جريدينت. خلاص طيب، وصلت زي نقل الجلوكوز والامينو اسيد والانسولين، بياخد الكارير يروح نقل من الكونسنتريشن الاعلى للكونسنتريشن الاقل، لكن محتاج كارير. خلاص اهو تاني ولا خلاص؟ طيب خلاص، ده اللي هو ديفيوزابل. خلاص وده الاكتف ترانسبورت، ده يعني من الاقل للاعلى وده من الاعلى للاقل. خلاص احنا بينا بس حاجه واحده غير دي وخلاص، اللي هو البينوسايتوزيس. البينوسايتوزيس زي ما احنا قلنا اللي بيحصل هنا اندوسايتوزيس، زي ما قلت لكم ادي الدواء اهو، اشهر دواء بيحصل له بينوسايتوزيس هو الفيتامين بي 12 والانفرنسين تاني. يجي في الجسم في الانتستين يروح ماسكه كده محوطه، هذه الاهداف بتاعتي وبقى جزء مني، واجي الناحيه الثانيه اعمل اكسوسايتوزيس افتحه واروح مخرج. خلاص ده اللي هو بينوسايتوزيس، ده انرجي ديبندنت، بيحصل اندوسايتوزيس من هنا ويجي هنا يحصل اكسوسايتوزيس لما ادخله جوه. خلاص المثال بتاعنا اللي هو فيتامين بي 12 والانفرنسين تاني، اللي هو لا لا ده اتنين سي اللي هو يعني التدرج بتاعكم، ما ده ضمن اللي هو السبيشاليزد ترانسبورت، خدنا اكتف كويس. ده اتنين بي، مش احنا خدنا بس اكتف ترانسبورت، ده فاسيليتيتد كويس، ده السي اللي هو البينوسايتوزيس، وهناخد الدي اللي هو ايه اللي هو ايون بير ترانسبورت. ايون بير ترانسبورت معناها هايلايونايزد دراجز. هايلايونايزد دراجز ده لو سبته كده مش هيحصل له امتصاص. هل هايلايونايزد يعني احنا قلنا الايونايزد ولا الانايونايزد يحصل له ابسوربشن؟ طب ده هاي مش ايونايزد بس، ده هايلايونايزد، صعب جدا. طب نيجي نعمل ايه؟ يتحايل على الجسم يقول له طب انا عندي في بروتين جواه، يعني انا الوول اهو في بروتين اهو اللي هو ده هايلايونايزد اللي هو الاحمر كويس. هيقول لك لا استحاله، انت هايلايونايزد ده انت لو ايونايزد كنت إيه؟ لكن هايلايونايزد لا. طب اعمل ايه نعمل ايه؟ يقول لك طب عادل الايونايزيشن اللي فيك ده. طب ازاي؟ يدور ما يلاقيش، يقول طب انا عندي حاجه، عندي حاجه اسمها ميوسين كويس. الميوسين ده في الجي اي تي كويس، الميوسين ده بروتين موجود، يروح ماسك فيه، مسك كده ما بقاش ايونايزد ولا بقى ان ايونايزد، بقى نيوترال. حلو، بس بقى هو والميوسين حاجه واحده، الميوسين في الوول فاخده معاه في الوول، يجي الناحيه الثانيه يروح مسيبه. او الثاني هاي لاينايزد دراكس مش هيحصل ابزوربشن، يروح ماسك زي السربونيك اسيد كواترنيوم امونيوم كومباوند، فيري فيري لو ووتر ليبيد بارتيشن كوفيشن لانه هاي لايونايزد وبالتالي ليبيد انسولوبل. خلاص النتيجه كده يروح ماسك في حاجه اسمها الميوسين في الجي اي تي وول، يبقى نيوترال، هو بقى جزء من الوول، يجي على الناحيه الثانيه سايب منه، بقى برضه هاي لايونايزد بس دخل السيلز. وصلت؟ طبعا الامثله بتبقى قليله جدا، زي مثلا سربونيك اسيد كواترنيوم امونيوم كومباوند، مثلا في البيروسايتوز فيتامين بي 12 انترنسك فاكتورز، لكن موست اوف دراجز اللي هي الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن. احنا لما نيجي هنا في الوول، السيل ممبرين احنا قلنا ايه؟ مش هنا ووتر لايبوفيليك وده لايبوفيليك ودي سوري هيدروفيليك وهيدروفيليكس ودي كانت ايه؟ لايبوفيليكس دي كلها، مش دي في السيل ممبرين، دي بنسميها ليبيد على الووتر بارتيشن كوفيشن، يعني نسبة الليبيد للووتر. اعرفوها ان هو ليبيد انسولوبل دراجز، لكن هي قصتها ايه؟ قصتها ان هو السيل ممبرين في ووتر سولوبل بارت او هيدروفيليك بارت ولايبوفيليك بارت، كل ما كانت زي النسبة اللي هي في السيل ممبرين كل ما يعدي كويس. يعني ليبيد ووتر يعني كمية الليبيد
بالنسبة للووتر كل ما كانت مشابهة كده كل ما هتصير له absorption كويس. ده very very low معناها العملية دي اتعكست، يعني الووتر سولوبل بارت منه كتيرة جدا والليبيد سولوبل قليلة جدا، يعني عكست شغل السلمن برين وبالتالي مش هيحصل له absorption ابدا. فعشان كده يحصل له يعني لو الدواء كده يروح ماسك في دي بقى نيوترال مع الميوسين ويجي هنا يروح سايب تاني. طب ما هتقولي ما هو هاي لاين، بقول لك ما دخل السنس خالص يعني يخبيه جواه، لا يخبيه جواه ايوه، يعني يبقى هما الاثنين عارفين لما يبقى يحصل خناقه خالص. دكتور يعني كل ما كان الدواء ايوه كل ما بقى كل ما يبقى الابزوربشن احسن. طبعا لو هايلي ليبت سولوبل يعدي الحاجات التانيه بقى اللي هي العاديه مش بالجاك دي بس، ده يعدي البرين والبلاسيما خلاص. طيب عارفين لما يبقى في خناقه واحد صاحبك يجي مثلا متخانق في انتوا بتبقوا في الحاره بتاعتكم وهو ضارب كذا واحد منهم وما يصدقوا الا ويقول لك لا ده انت جيت في منطقه، تعمل ايه انت؟ تجي تحوشهم ترك هم انت تعز عليهم مش عايزين يضربوك، تروح ايه؟ تنيمه كده وتنام فوقيه، اللي يضرب هيضربك انت يروح هم ساكتين صح؟ بقيت انت هو كتله واحده حصل انت بس مجرد ما تيجي يروح هم ايه؟ مكسرين. هقول لك طب ما هو ده بقى نيوترال ودخل السيلف، ما خلاص ما دخل السيلف هو ده الاكشن اللي احنا عايزينه خلاص. يبقى ده الجدول الاخير ده كومباريزون ما بين كل اللي احنا خدناه. نقوله مع بعض ولا خلاص؟ خلاص. طيب النهارده ما تطلعوش استراحات ولا كلام من ده، يتذكر ده كويس لان احنا هناخد حاجه ثانيه. لو انت خلصت محاضرة كويس اعمل الجدول ده من نفسك، يعني تحط كل ايتمز وتشوف مع ومش مع الكونسنتريشن جريديان، محتاج انرجي، محتاج كارير، محتاج سبيشاليز ترانسبورت، محتاج ليبيد ولا ووتر، وبعد كده اكتب الاكزامبلز. لو عملت الجدول ده خلاص المحاضره في دماغك. طيب ايه الاسئله اللي ممكن تيجي؟ تنزل ام اس كيو كويس بالحاجات اللي احنا قلناها، بنغير منهم حاجه، ممكن تيجي كمان منشنز الفاكتورز افكتنج باسيف ديفيوجنز سبيشالي او اكتف ترانسبورت، يعني حاجه زي كده خلاص. ده من المحاضره، لكن الباقي كل اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم كده كنت انا بقف اقول مثلا كذا تحصل كذا، طب لو جت كذا هو ده اللي ممكن ينزل فيه. سهل الكلام؟ ان شاء الله سهل، يعني انتوا ذاكروها النهارده ولو في حاجه ان شاء الله نتقابل يوم الاحد. خلاص ولا انت الحركه ماشي يلا اي خدمات؟ اي صفات؟ ثانية يا جماعة. لا لو كان الليبد عالي الدم ده اللي هو الووتر سولوبل. الووتر سولوبل بارت من الدراج. لو الليبد هاي الليبد سولوبل ده يدخل مخك بسهولة جدا. ساتوريشن كومبيتيشن هل احنا قلنا ان هو في الـ في السبيشاليزد او لاكتيك سبورت ده انزيم. ساتوريشن انا بقول لك يعني انزيم، الانزيم ده ممكن يقول انا عندي 50 انزيم.